سائل: هناك مواقع في الانترنت يستطيع الإنسان فيها أن يتعلم كيفية تحضير الجن واستعمالهم، نسأل الله العافية. يقول: هل للإنسان أن يدخلها لمجرد الاطلاع فقط؟ لا ولا ينظر فيها ويبتعد عنها. نعم، هذه مصائب حدثت الآن في الجوالات والاتصالات، وينشر فيها الشر والدعوة إلى الباطل، فعلى المسلم أنه يبتعد عنها. الجوالات للحاجة، أبغى تكلم أحد ولا يكلمك أحد، ما عدا ذلك لا تنخدع بما ينشر فيها. نعم.